فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: يوجد عندنا في بريطانيا نوع من الكلاب المدربة لخدمة ومساعدة الناس الذين يعانون من الصمم، ولدي بنت صماء عمرها 12 سنة، ولا يوجد لديها من يقوم برعايتها دائما، ولها حاجة في كثير من أمور حياتها لتخرج، هل يجوز اقتناء هذا الكلب في البيت لأجل هذا الأمر؟ لا، الكلب لا يقتنى إلا لما ورد به الدليل، حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو الصيد، هذه ثلاثة أحوال، غيرها لا، ما نزيد على الدليل من عندنا. نعم. والكلب نجس، الكلب لعابه نجس ومباشرته، ولا تدخل الملائكة البيت الذي فيه كلب أو صورة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.